تحقق في الجهاد في هذه الجهات المحرومة التي كانت منطلقة الثورة؟ ماذا تحقق؟ لم يتحقق شيء إلى حد الآن. لم تتقدم هذه المشروع من حكومة بأي خطوة في اتجاه وضع قطار الثورة على السكة الصحيحة، على مساره الصحيح. هذه الحكومة فشلت وتريد أن تهضم جانبنا وأن تهضم حقوق الشهداء، حتى شهداء 14 جانفي، شهداء 17 ديسمبر هضمت حقوقهم. وما الاحتجاجات التي يخوضونها يوميا إلا دليل على ذلك؟ هذه الحكومة سطت على تضحيات الشعب التونسي. نحن نقول لهم إننا سنواصل النضال، نضالاتنا متواصلة، لن يهنأ لكم بال، لن تهنأوا بالحكم، لن تهنأوا بالسلم في هذه البلاد إلا بحقوق الشهداء والجرحى والذين أغروا بهم وقابلوا وزير حقوق الإنسان. هذا الوزير وهذه الوزارة التي زرعوها في قلب الحكومة لتلتف على حقوق الإنسان، لتتلاعب بحقوق الشعب التونسي. هذا الشخص أراد أن يضحك على ذقوننا. هذا التفاوض هو مهزلة وهو لا يلزم إلا أصحابه. لخصوا أبرز المطالب اللي جيوا اليوم خلال الوقفة الاحتجاجية. هو ما ثماش مطالب، هو ثم مطلب وحيد جينا من أجله اليوم، هو معناه حق الشهداء والجرحى في اعتبارهم شهداء وجرحى ثورة. هذا هو مطلبنا الأساسي اللي جينا عليه اليوم. المسائل الأخرى نحن ما زالت عالقة بيننا وبينهم إلى حين الانتهاء من هذا الموضوع، موضوع الشهداء والجرحى اللي هو نعتبروه معناها من أولويات مطالبنا، وهو خط أحمر ولابد من استرجاع حقوق من الناس اللي دفعوا ثمن باهظ، معناها دفعوا الدم ودفعوا حياتهم وفقدتهم عائلاتهم. هذوما هم اللي أجدر بأن الإنسان يناضل من أجلهم ويكونوا هم فوق هم فوق رؤوسنا وفي أعيننا. يعني اليوم شنو المطلوب بالضبط من المجلس التأسيسي؟ هذا المجلس التأسيسي هو معناها يعتبر مجلس منتخب ومجلس معناها شرعي. احنا جينا المجلس التأسيسي لأنه المسألة هذه تهم المجلس التأسيسي. المرسوم 97 عرض على أنظار المجلس التأسيسي، والمجلس التأسيسي هو أعضاء المجلس التأسيسي هم الذين صوتوا وهم الذين يتحملون المسؤولية الأولى، خاصة حركة النهضة كتلتها في المجلس التأسيسي، وطبعا حكومته. احنا إذا كان نتحدث على حكومة هي لا نفرق بينهما، بين الحكومة وبين كتلة النهضة المجلس التأسيسي، ولكن الأمر بالأساس هم المجلس التأسيسي، هم سبب البلية وسبب الوضع اللي احنا فيه. الانطلاق بوقفة احتجاجية من المجلس التأسيسي، شنو ينجم يكون معناتها مسار هذه الحركة الاحتجاجية؟ هو بالحقيقة لم تنطلق الاحتجاجات من هنا، الاحتجاجات بدأت من رديف إلى قفصة إلى تونس. الآن بالوقفة هذه مجلس عزيزي كان عندنا عدة محطات معناها في الجهة غادي، ومنها الإضراب العام نتاع يوم 3 جانفي اللي خذناه وكان ناجح 100%. احنا الحركة هذه نبشرهم أنها ستكبر ولن يستطيعوا ردها إذا لم يتراجعوا في موقفهم. فيما يتعلق بمشاركة الجبهة الشعبية المسار والحزب الجمهوري اليوم، بالنسبة لبعض التعليق من قبيل أنه هذا ركوب على الأحداث أو تطويع لبعض المسائل اللي عرقلت الحكومة، شنو نجم نقول؟ لا احنا من اللغة ذي معناها ما هيش لغة مضروبة اليوم. اليوم الأحزاب والقوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني لابد أن تقف أن تساند كل التحركات المطالبة بالحق الشرعي والمشروع. احنا ما نعتبروش ركوب، هم سندونا. نحن وجهنا دعوة إلى كل طيف سياسي والمجتمعي في البلاد من أجل مساندتنا، وهم جو سندونا ووقفوا إلى جانبنا، نحن نشكرهم. نحن نعتبر هذه مساندة، وكل إنسان وطني وكل إنسان ديمقراطي وكل إنسان ما نقولوش ثوري ديمقراطي فقط، هو لابد أن يساند كل التحركات، كما نساندوا كل الجهات في تحركاتها، كما ساندنا سليانة، كما نساندوا الكاف في تحركها يوم أمس، كما نساندوا بوزيد، كما نساندوا القصرين، كما نساندوا كل الجهات، لأن الجهات هذه نعتبروها معنا ناس أصحاب حق مشروع يناضلوا من أجله وإحنا معه. الشاهد خلى وصية. لا تنازل عن القضية. يعني الفترة التاريخية اللي طرحت
من 5 جانب 2008 هي فترة صراع وفترة معناتها احتجاجات اجتماعية متعصرة وحديثة، والتاول تراها بين كردان وفريانة وجبنيانة وسخيرة وغيرها إلى بيت سيدي بوزيد ومن قصري. نحن مع حق شعبنا كله ونرو أنه أي انتهاك وأي تزوير لتاريخ 2008 هو معناتها تزوير تاريخ شعب كامل. فقط أنا حبيت الجملة مش تملص على كذلك انتماء حق النهضة. أنا كرئيس لجنة الشهداء والجرحى وفيصل الجلاوي وعضو في هذه اللجنة يعرف نحن تعاطينا مع كل هذه الملفات، هذا حق ناس ماشي سايشة فيه. نحن اللجنة اللي كتبت تقريرها في مارس 2012 تم توصية بإدراج شهداء وجرحى الحرب المجنية. من مارس مشينا للجلسة العامة في إطار التقرير والتلقيح المرسوم 97 ونحن مع إدراج هؤلاء. وإذا أنتم سيدتكم تمشيوا طالبوا التصويت تلقاو شكون صوت معاه شكون صوت ضد، لكن انا ندير عليه ماجيش الساده النواب كل واحد يكون صوت معاه. انا عندي رايي الشخصي ورايي كرئيس لجنه واتحمل مسؤوليتي في ذلك، نحب تسالوني لكن ما غير ما ندخل في تفاصيل اخرى اكيد سمعتوني شحكيت مع سي عدنان والتفاصيل كل عندك. انا شكون هالمرسوم هذايا 97 بكل اسف نحن كنواب شعب ما نجموش نحكم بادراجكم. هذا نقول لك شو حل اذا الساده النواب اليوم كلهم اللي حاضرين من كل الكتل الراسوا الحكومه ويقولوا لها يا حكومه راه انت لابد انك اليوم تنقح المرسوم 97 وتدرجي هؤلاء، لان المرسوم هو سي محمد قحفيش وسي فاسل يعرف انه في اعداء ماليه في تفاصيل وفي اعداء ماليه. نحن قانونيا ما نجموش نحن نقفوا، لكن نقدر نقفوا قبل ما نقوموا نقفوا نحن ونعديوا الجلسه العامه. نسالوا الحكومه سي سمير سي محمد العميد نسالوا الحكومة مكرره وقولوا لها إيجا اليوم أنت لابد أنك تقدم لنا مبادرة تشريعية لإدراج هؤلاء شهداء وجرحى الحرب المنجمية. إذا الحكومة قدمت لنا مبادرة تشريعية في هذا الشأن توحى إلى الجلسة العامة وكل إنسان تحمس وليد. نحن هذيك هي جلستنا وعندنا امانه سي فاطمه مع كامل احتراماتي ليك باش نكيتو، هذه امور تخصكم انتم كاعضاء مجلس التاسيس باش تدخلوا بها. نحن بلغنا الميساج نتاعنا سامحني باش نكيتو باش ما توليش جلسه نتاع تفاوض. بارك الله فيك وشكرا لك وشكرا لكم على طرحكم.